ياسر قاعد له منبه في الأوضة طبعا. بيعمل لك يحكي لي. أنا قاعدين مع بعض في الأوضة، يلا ياسر الفطار، يلا ياسر الغدا. هو اللي بينبهك لكل لا حاجة، أنا اللي بنبهه، أنت اللي أنا بتنبهه. هو نايم على طول نايم ما بيصحاش يعني. ياسر بقول لك ايه، بس ياسر زيك شخصيته زيك كده، ما اه بيحبش ياسر، يتكلم كتير، ياسر عشان كده انتوا ما ينفعش تكونوا في اوضه واحده. بس مش على طول يعني، ياسر بيتكلم كل ما اقول له تعالى ياسر سجل معايا ما يقول لي لا طب هو حاضر ممكن مش عايز بكره. يسجل بس بيتكلم. بيتكلم ها، اه كل ما اقول له تعالى ياسر سجل معايا يقول لي خلاص بكره. طيب قفشه، رايك فيه؟ كان واحد موجود معاك في انبي، وواحد من الصفقات المهمه جدا، لكن وجوده اكيد يعني كنت فرحان ومبسوط، واضافه اكيد قفشه قفش للنادي على الاهلي. طول يعني. الفترة اللي فاتت كنت بكلمه قبل ما يجي، انت لازم طب تيجي قال لك عندنا ايه عشان طيب؟ طب قال لك ايه؟ قال لك بقى ادعي لي يا حمد، انا عايزك الاهلي، عايز اخلص دي الموضوع بقى، حقيقة، ادعي لي. دي حقيقة. حتى كلم لي عمرو بسيوني دلوقتي، اصلا هو اللي ماسك مدير تعاقدات في بيراميدز، هو كلمني قال لي كلم عمرو، فانا كلمت عمرو قلت له خلص قفشة وبتاع، فقال لي خلاص والله بخلصه مش عارف. فهو من زمان انا كلمته وقال لي انا خلاص ان شاء الله هاجي عندكم. قلت له يا ريت يعني، انا مش من اللعيبه اللي انا بحبها يعني، وشخصيه محترمه وعلى طول مع بعض اصلا يعني، بنروح ونيجي مع بعض التمرين. طيب تعال نشوف بقى قفشه ويسر ابراهيم قالوا ايه على الكابتن حمدي فتحي، ونرجع نكمل معاكم. خليكم معانا. اخويا من ايام انبي طبعا، ببارك له على الفتره اللي هو فيها دي، ماشي بفتره كويس، واتمنى كده يا رب دايما على طول، واتمنى اشوفه في منتخب مصر ان شاء الله. ايه اللي بيميز حمدي معاكم هنا في الفرقه؟ في الملعب يعني، لا هو حمدي لعيب كويس، لعيب مجتهد، بيتمرن كويس، فعشان كده اكيد ربنا بيكرمه يعني. طبعا حمدي من اللعيبه الرجاله طبعا، في الملعب في التمرين زي الماتش بيتمرن كويس قوي طبعا، وماشي كويس قوي الفتره دي، ربنا يكرمه ويوفقه كده. ده صديق الاوضه اللي مفوقه على طول يعني، ده صديق غرفه، وربنا يكرمه كده دايما. خلص عليه ازاي؟ قول له خلص على ياسر. بيعمل معاه ايه؟ قول ما اعرفش بقى، هو ياسر حمدي بيلعب ياسر بيلعب، هو بيخلص عليا يعني، عايزه يهدى عليا شويه، يديني من اللي انا بديله. ربنا يكرمه طبعا ويوفقه ويوفقنا كلنا الفتره الجايه باذن الله. ياسر لسه ما رجعش من الايقاف، لسه كان موقوف في ماتش المقاولين. انا قلت له انت لسه موقوف. لسه ما رجعش. طب هو فعلا خلاص انت اللي بتصحيه مش هو اللي بيصحيك؟ انا اللي انت بصحيه. المنبه بتاعه، خلاص بدل بقى المعسكر اللي جاي. اصل احنا عندنا لازم بيكلمونا قبل الميعاد بتلت ساعه، بيكلمونا طبعا على الاوضه. نظام. فانا اللي بصحيه، انا اصلا بصحى بدري وما بنامش كتير يعني. بس انت حمدي منظم يعني، انت شخصيه منظمه، شوية. وبالتالي نظام النادي الاهلي مش عامل لك ازمه. في لعيبه ممكن تكون النظام بالنسبه لها والمواعيد يعني مشكله، مظبوط. لكن انت ملتزم بسم لا الله انا ما شاء بحب الله. ادي كل حاجه حقها بصراحه يعني، في ميعاد اروح ميعاد قبل ميعادي بنص ساعه. حتى قفشه بيعاني معايا بيقول لي انت كل يوم تجيبنا بس. قول له انت لاعب محترف النادي الاهلي، الموضوع مش لا ايه ده، مفيش عشوائيه في الموضوع، كل حاجه بالتزام ومواعيد. طيب انا عايز اعرف